نجيب له نجيب له نبي نجيب لك مسكن مسكن عشان راسك. جيب له هاي الشيء يبا نبي مسكن مسكن. قهوة قهوة. كثير ما يقدرون يبدون يومهم بدون الجميلة السمراء مثل ما يسمونها راعين الكيف والمزاج. انت هو صح صح. واختلفوا في أنواعها وعراقها منها التركية والعربية وجديدها المختصة، ولكن يبقى الاستكنان هو الهدف المنشود. تروح للدوام مزاجك مضبوط، مديرك على انك متواطن، وتروح لم وتقول هلا بريحتها لي. اخذت قهوتي سوداء كسواد ايامي من بعدك. كوت باي محبين القهوة السوداء. واليوم هو اليوم العالمي للقهوة، فاستغلوا الفرصة للاستمتاع بها مثل خوينا هذا.